شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. الحكاية دي مش عجباني، مش داخلة دماغي سيبال. أنا مش فاهمة حاجة أبداً أورلو. ويا دي عايزة فاهم، إذا كان الناس اللي هو رايح لهم ما يعرفوش عنه حاجة، أمال إيه حكاية البرقية دي اللي قالنا عليها نينو؟ في برقية وصل نينو شافها وقراها وسمعهم بيتكلموا عنها، وإذا كان شركة إدراتيكا بتقول إن ما عندهاش فكرة عن الموضوع، يبقى مين اللي بعت البرقية؟ هو سافر روما لمين؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت إيه رأيك سيبال؟ أنت متأكد من الكلام ده؟ زي ما أنا متأكد إن أنت مراتي سيبال. يبقى لازم تقول لي يوسف الأزرع. أنت هتردد نفس الكلام اللي قاله أورلو؟ مش دي حاجة غريبة؟ ولا غريبة ولا حاجة. استر أنا لأن ديفيد ما راحش فعلا أدرياتيكا في روما. من غير عصبية، من غير عصبية. ولأن روما ما بعتتش برقيات للمكتب هنا. أمال إيه اللي البرقية إلياهو جات من فرع أدرياتيكا في جنوة، وديفيد في جنوة. اطوي في جنوة؟ طلبته. سألت عليه؟ قالوا لي إنه كان موجود النهاردة الصبح، وإن التوقيع على العقد تم فعلا، وادوني نمرة الأوتيل اللي هو نازل فيه. طلبت الأوتيل؟ ما كانش لسه رجع، سبت له رسالة. طب ليه ما قلتيش الكلام ده لأورلو؟ لأن ده مش من حقه، ولأن دي أسرار الشركة، ولأن أورلو بيحارب ديفيد في السوق، ولأنه بيضغط على هيا. بونسوار يا استر. إلياهو، أنت خارج؟ عايزاني أقعد؟ لا إلياهو، قضي ليلة كويسة. برونتو؟ أيوة. هاي. ها. طيب شكرا. اوكي مع السلامة. رأفت رجع اللوكاندا؟ من ساعة وطفى النور ونام. مش دي حاجة غريبة؟ الظروف اللي هو فيها دي انا شايف ان ده شيء طبيعي. تل ابيب طلبته. مين في تل ابيب؟ مدام جادوسكي. استر؟ ايوه، طلبته في ادرياتيكا الاول، وهناك ادوها رقم تليفون الاوتيل. طلبته في الاوتيل ما لقيتوش، سابت له رساله. هو لما رجع ما طلبهاش؟ طلبها بس ظهر انها كانت سابت المكتب. مالك يا عزيز؟ رأفت كان في كل مره بيسيب فيها اسرائيل كان بيتصل باستر بيقول لها هو فين وبيعمل ايه. المره دي ما عملش كده. ها؟ ابدا، لا من روما ولا من جنوة، ودي مساله مش طبيعيه. يا مش طبيعية صحيح، بس متوقعة. انت بالذات كنت متوقع كده. متوقع ايه؟ ان رأفت يكون بيفكر ما يرجعش اسرائيل تاني. حتى لو كان بيفكر في كده المفروض انه يتصل بيها. هو ده اللي شغلك؟ يعني مش هو ده بس. اذا كانت استر اتصلت بالشركة فهي بشكل ما عرفت انه خلص شغله فيها. عايز تقول ايه؟ مدام خلص شغله يبقى قعده في جنوة ملوش لزوم، خصوصا انه مسافر فرنسا بعد كده. مهما كانت مكانت رأفت في تل ابيب دلوقتي، ومهما كانت قوة علاقاته ومركزه، فالحرص هنا وفي المرحلة دي ألزم من اي وقت فات. ده احنا يظهر هنقعد نتكلم الصبح. ايوه سيدي. عاوز تقول ايه أورلو؟ أنا مش عايز أقول حاجة، أنا ماليش دعوة بشغلكوا أزرع، أنا عملت اللي عليا وجيت قلت لك. برضو عاوز تقول إيه؟ عايز أقول إن في برقية جت من شركة إدراتيكا للسياحة بروما، وبعد ما سكتوا يجي سنتين بيتكلموا على أفواج وتعامل وحاجات زي كده. بناء على البرقية دي راح ديفيد مسافر روما. بعد أسبوع سألت في شركة إدراتيكا قالوا لي ما بعتوش برقيات، وإنه ما جاش روما وما يعرفوش عنه حاجة. تبقى إيه الحكاية دي؟ انت بتشك في ديفيد سامحون أورلو؟ انا ماليش دعوة بحاجة، انا جيت ارض ضميري وخلاص.
ما تبصليش كده أزرع، ما تخلينيش أقول حاجة أنا مش عايز أقولها. شالوم أورلو، أنا قلت لك كل اللي أعرفه وخلاص. يا أخبار إستر إيه؟ رافضة، رافضة يا حبيبي أي شغل وأي مرتب يبعتها عن ديفيد تشارلز سامحون. مش دي حاجة غريبة؟ ولا غريبة ولا حاجة. إستر بلينسكي بتحب ديفيد تشارلز سامحون، مستعد إنها تضحي بأي حاجة في سبيل كلمة منه. خلاص؟ عرفت كل اللي أنت عايزه مني؟ شالوم. خلي أورلو يعمل حاجة زي كده. أورلو متضايق من يوم ما ساب ماجي تورز. مش دي كانت رغبته؟ ده صحيح، بس يبدو إنه ابتدى يحس بالنسبة لسوق السياحة إن المسألة ممكن تزدهر من تاني. آه، علشان كده عمل اللي عمله وجيه يبلغك على طول. بشكل نسبي ممكن يكون الأمر بالشكل ده، إنما أصل اللي قاله أورلو ملفت للنظر، خاصة وإن ديفيد سامحون بالفعل ما اتصلش بالمكتب ولا مرة من يوم ما سافر، وإستر ما تعرفش هو فين بالظبط. أنت تعرف سيرينا أهروني مش كده؟ بالتأكيد، بس معرفتي بيها محدودة. أنا أعرف إنها صديقة حميمة لأدون سامحون. وإيه المطلوب؟ ولا حاجة، نشوفها، مجرد إننا نشوفها. وإنت في الأيام الجاية خليك على اتصال بأورلو وهو على اتصال بإستر. أوكي، شالوم. شالوم. مردخاي تعال لي من فضلك. الو ديفيد. تعال تشرب ايه؟ ليه ناديتني باسم ديفيد؟ لازم اسم رأفت وحش. مش كفاية عليا الاسم ده في اسرائيل؟ بالمناسبة ايه الاخبار عندهم؟ مش لما اعرف بس الاول انا بتكلم مع مين؟ اسم نديم هاشم. ده اسمك الحقيقي؟ تفرق معاك؟ تفرق كتير. اشمعنى؟ لان عاوز ارجع مصر. طب ومال؟ ده حقك بعد المده دي كلها. شوف يا سيد نديم، على فكره السيد محسن ممتاز بيسلم عليك. ازيه؟ اخباره ايه يا ترى؟ هي فين اراضيه دلوقتي؟
تصور سعادتك بعد ما قابلتك امبارح اتمنيت والله ان محسن بيكون موجود معانا الليله. مش هتشرب؟ انا هشرب بس انا برضه عاوز ارجع مصر. مش محسن ممتاز بس اللي بيسلم عليك، مين كمان؟ مصر كلها سلم عليك يا رب. خدت الشر وراح. انت رايح فين؟ هجيب حاجة عشان ننظف الأرض. واجب كمان اني اطمنك على شريف. انا كنت حريص قبل ما اجي اني اعرف لك اخبارها بالتفصيل الممل. وزيها خلفت ولد تاني. سميته ايه؟ رافض. لا لا مش كل مرة. شغالين في إيطاليا غاليين قوي يا عم رأفت. كانت الليلة دي ليلة فاصلة في حياة رأفت الهجان. ليه الابتسامة دي في روح هجان؟ في رجبالي دايما صراع التعالب بيبقى في مشاهد محية. أنا عارف أنت تقصدي إيه، وبالتأكيد عندك حق في اللي فكرت فيه، لكن تفضل بعد كده حقيقة شديدة الأهمية. إيه هي؟ إن الأسلوب اللي اتبعه نديم هاشم مع رأفت الهجان ما كانش له دخل لا من بعيد ولا من قريب بطبيعة العمل ولا بصراع التعالب زي انت ما قلتي. كانت المشكلة اللي واجهت نديم هاشم هي نفس المشكلة اللي واجهت محسن ممتاز قبل 4 سنين. ترويض رأفت. بالظبط. وعشان كده كانت المناقشة بينهم بتقفز من موضوع لموضوع، وكل واحد فيهم كان بيمهد للمعركة القادمة. لكن واضح قوي انك معجب بسيرينا هاروني. ده حقيقي. يا ترى الى اي مدى وصل الاعجاب ده؟ لا لا ارجوك ما تفهمنيش غلط يا سيد نديم. انا سر اعجابي بسيرينا هاروني انها عارفة هي عايزة ايه بالظبط. عاوز اعرف ايه السر اللي خلاك تفتكرنا النهاردة. انت نسيتي ان انا عضو في الاستدراط؟ انت عضو في منظمات كتيرة قوي، ويبدو ان الاستدراط اقلها اهمية عندك. ازاي احسن صورتي في عينيكي؟ اقدر اعتبر السؤال ده نوع من الغزل؟ لا مش بتهيألي، ولو ان الفكرة دي راودتني كتير قبل كده لولا ان عرفت ان ليكي اصدقاء كتير اقرب مني. زي مين؟ ديفيد سامحون. خش في الموضوع. اقسم لك يا عزيزتي. بايه؟ يا للدرجة دي فكرتك عني سيئة؟ عشان ما تضربش اخماس في اسداس احب اقولك اني عارفة كل اللي عمله اورلو زروف في اليومين اللي فاتوا. هو عمل ايه؟ انت اللي هتقولي. ابدا، هي المشكلة ان اورلو مندهش لان ديفيد من يوم ما سافر وعلى غير العادة ما اتصلش ومحدش يعرف عنه حاجة. واورلو مندهش ليه؟ انت مش مندهشه؟ لا. جفرت اهروني، ديفيد شارل سامحون اتعود من يوم ما فتح المكتب انه يتصل بجفرت جادوسكي من اي مكان هو فيه، ومهما اتنقل من بلد لبلد لازم يديها خبر هو فين. المره دي ما عملش كده عشان قرفان من ايه؟ اللي شافه ادم سامحون طول السنين اللي فاتت، خصوصا من صديقك اورلو زروف، كان متعب ومرهق. مش ممكن مناضل صلب زي ديفيد سامحون يتأثر بشوية مشاكل هايفة حصلت بينه وبين شريكه؟ هو ده اللي انت مش قادر تفهمه. الجماعة المناضلين اللي زي ديفيد سامحون بينضلوا في دماغهم فكرة مسبقة عن عالم مثالي،
يستحق الواحد فيهم ان يضحي فيه بحريته ويمكن بحياته عشان يحققه. فلما بيصطدم بالواقع بتنهار صورة المثل الأعلى وبتبقى الأمور صعبة جدا عليه. تفتكري؟ ما افتكرش وما اعرفش حاجة أكتر من اللي قلته لك أدون أزرع. سعيدة إني شفتك. شالوم جفرت أهاروني. شالوم أدون أزرع. تقدر تروح انت نينو، انا هقفل المكتب. مرسي مرسي جبرت. بكره تيجي في الميعاد الصبح نينو. اوكي جبرت. ماجي تورز. عرفتوف جبرت جادوسكي؟ عرفتوف. مدام اهراني بتتكلم. جبرت اهراني، مرحبا. يا ترى ايه اخبار ماجي تورز؟ ماجي تورز بخير جفيرت اهاروني. وديفيد ايه اخباره؟ في حاجة معينة عاوزة تعرفيها جفيرت اهاروني. كنت بسأل اذا كان ممكن اشوفك الليلة. الليلة؟ الليلة؟ ما اعتقدش ان عندي حاجة مهمة. يا ترى جفيرت اهاروني في حاجة مهمة قوي. بالتأكيد. اوكي انا تحت امرك. تحبي نتعشى في السيجال ولا تعدي عليا في البيت؟ مش هيكون في حد غيري انا وانتي. ده توقف على الموضوع اللي هتكلميني فيه. يبقى خدي عنوان البيت وانا هكون في انتظارك بعد نص ساعة بالظبط. انت لو شفت طارق دلوقتي مش هتعرف. يا سلام كبر يا سيد نديم. بسم الله ما شاء الله بقى طول. يا سلام شفته يا سيد نديم؟ من بعيد طبعا. واخبار رفيق ايه؟ بقى عقيد قد الدنيا، ماسك مركز ممتاز دلوقتي. ومصر؟ مصر بخير يا رافت. بنبني بنبني في كل مكان وفي كل مجال، الصناعة والزراعة والاقتصاد والتعليم، في الفنون والاداب، في الجيش، في العلوم. بنشق طرق وبنقيم مصانع ومدارس وبنستصلح أراضي وبنبني السد العالي. مش معنى كلامي طبعاً إن إحنا عايشين في جنة، أكيد في أخطاء، بس المهم إن إحنا مش واقفين بنبني. أنت لو شفت مصر دلوقتي مش هتعرف. للدرجة دي؟ بعد عدوان 56 انطلقنا. بارك فيك. ممكن تحكي لي شويه عن مصر؟ مش قبل ما تحكي لي انت عن اسرائيل. انا احكي لك كل اللي انت عاوزه، بس سيادتك لازم تعرف حاجه من الاول وبوضوح. ايه هي؟ انا لحد كده وتعبت. اكيد احنا عارفين، او على الاقل نقدر نتصور انت تعبت قد ايه في اسرائيل الكام سنه اللي فاتوا. بس علشان نعرف اكتر لازم نعرف انت عايش ازاي في اسرائيل. بصراحه رافض انا محتاج اتعلم حاجات كتير عن اسرائيل. انت اصبح ليك خبره كبيره بالمجتمع الاسرائيلي، ودي خبره لازم نستفيد منها. انت سيادتك عاوز تعرف ايه بالظبط؟ كل حاجه، كل اللي عرفته اللي عشته اللي اتعلمته، كل اللي جرالك. شوف يا سيد نديم، ممكن استاذنك في حاجه الاول؟ طبعا تفضل سيادتك. ايه رايك؟ ايه ده تسجيل ده ولا ايه؟ عيب. تفضل. مم.
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ستك عايزنا نبتدي منين؟ من يوم ما اتولدت. ها؟ الكلام ده علشان التاريخ يا رافت. شوف يا سيد نديم، أنا اسمي بالكامل زي ما سيادتك بالتأكيد عارف، رأفت علي سليمان الهجاني، أبويا الله يرحمه الأستاذ علي سليمان الهجاني، ناظر مدرسة النجاح الثانوية للبنين. ما حدش وقف جنبي في الايام الاخيره غير اس البرونسكي. دي السكرتيره بتاعتك مش كده؟ اه، من يوم ما بدات الشركه. لكن المشكله اللي تحبك في علاقه بينكم؟ مش عاوزه تجاوبي على سؤالي استر. جيفرت قهروني انا. سيرينا استر، سيرينا سيرينا، أنا مش عاوزة أكتب عليكي. وأنا عاوزة الحقيقة. أنا بحب ديفيد، بحبه حقيقي. وهو بيحبك؟ طب إزاي يا سيد نديم؟ الناس إزاي وهي بتحب واحد تاني؟ تنسيت انها بتحب ديفيد شارل سامحون مش رأفت الهجان؟ مش لاقي رد استر. ساعات بحس انه بيحبني فعلا. ديفيد طيب، حنون، دافي، رقيق، لكن احيانا بحس انه مش فاضي للحب. كان لازم تفهمي ده من الاول. افهم ايه سيرينا؟ اللي زي ديفيد سامحون عاشوا حياه صعبه جدا. اللي زي ديفيد ضيعوا حياتهم وشبابهم في الدفاع عن القضيه. جزء كبير من حياتهم راح في السجون او الاختفاء من البوليس او مطارده الاخرين. عملوا كل حاجه للوطن وما عملوش حاجة لنفسهم. عشان كده لما بيرجعوا للحياة الطبيعية بيبقى عندهم إحساس دفين بالظلم. يمكن لأن المجتمع اللي حاربوا علشانه
ما ادهمش اللي كانوا منتظرينه منه، ويمكن لان اللي زيهم ولا حربوش ولا نضلوش، امنوا حياتهم ومستقبلهم، عشان كده بيبقى احساسهم في تعويض اللي فاتهم اهم كتير من العواطف. بيتهيألي ان ده من حقه، وبعضهم بيحس ان العواطف ممكن تعطلهم. وما تنسيش ان ديفيد جاي من مجتمع مصري. يعني ايه؟ انت اتولدتي هنا ولا في بولندا؟ انا اتولدت في بولندا لكن رجعت اسرائيل وانا صغيره. قدرتي تتخلصي من عادات المجتمع البولندي؟ بالعكس، انا بتهيالي اننا تمسكنا بالعادات دي اكتر لما رجعنا اسرائيل. ليه ديفيد ما يبقاش زيك؟ يعني ايه؟ ديفيد مصري. ديفيد اسرائيلي اولا لكن جاي من مجتمع شرقي. لاحظي انك متجوزه. هو دايما بيقول كده. جوزك ضابط في جيش الدفاع ودايما يقول كده كمان. فهمتي قصده؟ خلينا في المهم. لو اورلو اتصل بيا تاني اقول له ايه؟ انتي ليه ما قلتيش لاورلو ان ديفيد في جنوة؟ نفس السؤال اللي سأله لي إلياهو. عندك رد؟ لان مش من حقه انه يتدخل في شؤون الشركه. مش من حقه انه سيرينا. اقدر اعرف ايه سر اهتمامك بالموضوع ده؟ انت عارفه اللي ابيبه الكلام فيها. هو أورلو اتكلم بالتاكيد. وانت قلقتي على ديفيد؟ انا ما قلقتش، انما حبيت اعرف الحقيقه. اسمح لي اقول لك يا سيد نديم انكم بتدوا اسرائيل دي اكتر من حقها. ازاي؟ اصل حكايه الولاء للوطن اللي احنا بنحس بيها في مصر او بيشعر بيها اي مواطن في اي دوله من دول العالم، يعني مش موجوده في اسرائيل بنفس المعنى. يمكن عشان معظمهم من دول تانية؟ لا مش ده بس السبب، فيما هو اهم. ايه هو؟ الاسرائيلي حد جدا في دفاعه عن الارض دي لانه حاسس انه اغتصب حاجه مش بتاعته. هو يمكن يكون مقتنع صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى وعده بالارض دي، لكن هو عنده احساس دائم ومستمر بالخوف. من ايه؟ من ايه؟ من صاحب الارض اللي مصمم انه يستردها. الناس هناك عايشه في قلق وخوف، ترقب على طول. عندهم احساس غريب انهم مش مفقودين بس من العرب، لا دول مفقودين من كل دول العالم. وده سر اقبالهم على اللذات الحسيه؟ وده سر اقبالهم الشديد على العلاقات العاطفيه. عايزين يتحبوا يا سيد نديم، نفسهم يتحبوا. شوف يا سيد نديم، لكن انت قلت لي ان سر اعجابك بسيرينا هاروني انها عارفه هي عايزه ايه بالظبط. ده حقيقي. طيب هي عايزه ايه بالظبط يا رب؟ انت ليه سالتني السؤال ده يا سيد نديم؟ لان اللي زي سيرينا هاروني بتبقى ثورتهم على الاوضاع سببها رغبتهم في الوصول بالمجتمع الى اكمل صوره. ايوه بس كلامها اللي هي بتقوله سببه ايمانها الشديد بالمجتمع الاسرائيلي ورغبتها في التخلص من الفساد اللي فيه. بالتالي الظروف اللي مرت بها اسرائيل في الكام سنه اللي فاتوا اثرت على نشاط الشركه بشكل ملحوظ. هو حقيقي فعلا نشاط الشركه اتاثر عندي، خصوصا بعد اورلو ظروف ما سابني. احسن انه سابك. انت ما بتتعبش من الكلام، الساعة بقت 2 إلا 5. ما هو لاحظ سيادتك كمان اني ما بتكلمش هناك. تصور واحد بقاله 4 سنين
بيسمعوا بس. انت تروح ترتاح لك شويه دلوقتي، ان لسه قدامنا شغل كتير في كام يوم اللي جايين. هو احنا لسه قدامنا معاك فلوس كفايه؟ ايه ده، انت اكيد محتاج فلوس اليومين دول. انا اخدت شيك النهارده الصبح من ادرياتيكا. شيك ده بتاع ماجي تورز. انت محتاج انك تتفسح وتشتري هدوم وتعمل شوبينج، تجيب هدايا. سيد نديم انا دي فلوسك يا رأفت، حقك. فلوسي؟ حقي؟ انت ناسي يا سيد ان مرتبك بيتحول كل شهر على البنك من يوم ما سافرت لحد النهارده. يلا بكره في نفس الميعاد. بكره في نفس الميعاد. ما تنساش النهارده وانت داخل اللوكاندا لازم يبان عليك انك انت قضيت ليله عظيمه. الا بالمناسبه يا سيد نديم، كان نفسي اسالك على حاجه من ساعه ما جيت. مستني ايه؟ اللي انت لما قابلتني امبارح بالليل كنت سكران بصحيح؟ ها؟ كل دي شرايط؟ كان لقاء متعب اكيد. شيء غريب يا عزيز. هو ايه اللي غريب؟ الشاب ده مش طبيعي، ملكاته غير عادية. ده كنز يا عزيز، كنز حقيقي. وايه اخباره؟ عاوز يرجع مصر. كانت المشكلة اللي واجهتني في ليفربول ان صاحب الشركة استكتر النسبة اللي طلعت لي من الصفقة اللي عملتها مع السفارة المصرية في لندن، ولما بعتني امريكا كان ناوي. برونتو؟ ايه ده؟ انت متأكد؟ طيب شكرا. رأفت رجع اللوكاندا؟ طفى النور ونام. خير ما فعل. عاوز تقول حاجة يا عزيز؟ لسه تليفون أستر بتاع امبارح مش مريحني. ما احنا اتفقنا خلاص. انت ما فتحتوش الليلة؟ ما كانش ممكن. أنا شايف إن 48 ساعة في جنوة بعد توقيع العقد مع الشركة كفاية جدا. بكرة الفرصة هتبقى قدامي أحسن. رأفت بقاله مدة بعيد عن إسرائيل وما كلمش إستر لحد دلوقتي، ولسه قدامه مشوار فرنسا، يبقى لازم يسافر فرنسا بأسرع ما يمكن. عزيزي يا جبالي، أصله لو نفذ الخطة اللي إحنا حطيناها هيبقى ده جزء من التدريب هينفعه وهيوفر له وقت في المستقبل. بقول لك ايه، سيبنا نام لو سمحت، انا عندي ماتش بكره يهد الحيل. تصبح على خير.
ميعادك بالظبط. تحب اعمل لك قهوه ولا شاي؟ لا انا عايز اعمل بيدي فنجان قهوه ساده دبل مغليه. مالك مالك يا رافع؟ شوف يا سيد نديم، انا هقعد معاك وهحكي لك على كل اللي انت عاوزه، بس انا عاوزك تعرف حاجه مهمه. ايه هي؟ انا مش هتراجع عن موقفي. موقفك؟ شفت بقى؟ ايه مالك؟ اهو ده اللي انا كنت خايف منه، ده اللي ما خلانيش انام طول الليل. بتتكلم على ايه؟ سيد نديم، انا تعبت، انا تعبت وعاوز ارجع مصر فعلا. انت عايز ترجع مصر ولا عايز تزور مصر؟ لا انا عاوز ارجع. انا ممكن ازور مصر؟ اي مواطن من حقه يزور بلده مهما كانت الظروف. امتى؟ لما اجهز لك رحله. بس طبعا انت عارف ان الرحلات اللي من النوع ده لازم يكون لها ترتيب بشكل معين، ولازم تتحط لها خطه محكمه ما فيهاش اي ثغره. امنك لازم يجي في المقام الاول، تقدر تعتبر ده وعد مني. لكن ايه فايدة وجودي في اسرائيل اذا كان شغلي مش عاجبكم؟ لا ما انت لازم تتعلم شوية حاجات وتتدرب على حاجات تانية علشان شغلك يعجبنا. ثم ان حكاية الفلوس دي برضو عاملة لي قلق مزمن. ده امر طبيعي. وطبعا فاكرني نصاب ومحتال لا لا رافض، الكلام ده مش صحيح. احنا عارفين انك وطن، واثقين في امانتك، متاكدين انك بتضحي علشان البلد، عارفين كويس قوي الخطر اللي انت بتتعرض له، مقدرين قد ايه القلق اللي انت عايش فيه، والا ما كنتش هبقى موجود معاك دلوقتي. لا لا يا سيد نديم، لا. على العموم انا قلت لك اللي فيها، قرار بعد كده قرارك وانت حر فيه تماما. لسه هرجع اسرائيل تاني، لسه حلهم انه مشوا سامحون هو العكس. اللي عكس، انت بعد كده مش هتجيب سيرة سامحون نهائي. ازاي يعني؟ زي الناس. انت ما عندكش فكرة حالتي هتبقى ايه لو ظهر مشوا سامحون ولا ماجي ولا حتى ايفيت في اي يوم من الايام وقالوا اني ما كنتش باخد منهم فلوس؟ ما تخافش من النقطة دي، لا سامحون ولا بناته هيظهروا. تضمن منين؟ لان سامحون تعيش انت رافض. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.